بحضرتك الفازلين والجليسرين بكميات متساويه، الفازلين الطبي والجليسرين الطبي بكميات متساويه، وهنضعه على هذه التشققات من الليل الى الصباح. ان شاء الله مع الاستمراريه هنجد نتيجه طيبه جدا. الاخت بتسال على الام في الكلى وعايزه وصفه للروماتويد. الروماتويد هنقوله النهارده ان شاء الله في اخر الحلقه ان تبقى معنا وقت. اما الام الكلى او مشاكل الكلى او التهاب الكلى، الحلفة بر والدمسيسة بكميات متساوية، يؤخذ معلقة كبيرة من هذا الخليط تغلى وتشرب 3 مرات. آلام فقرات الظهر، احنا لسه قايلين الزيوت لآلام العظام وآلام الروماتيزم، زيت الجنزبيل، زيت الكافور، زيت الخردل، وزيت الثوم، وزيت الزيتون بكميات متساوية. تدهن هذه الزيوت بعد عمل كمادات ساخنة. اسمحوا لي ناخذ الاتصال التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.